هي نماذج من تصميم درك خريستيان ديور التي عرضت هذا الجمعة في متحف غودا الباريسي، وذلك في اليوم الرابع من أسبوع الموضة الباريسية. مشاركة دار ديور جاءت في ظل القضية التي أثيرت حول مصممها الشهير جون غاليانو المتهم بمعاداة السامية. وفي هذا الصدد أكد المدير العام لدارك خريستيان ديور سيدني توليدانو على سياسة المؤسسة غير المتساهلة أبدا تجاه أي كلام أو مواقف معادية للسامية وعنصرية. دار كريستيان ديور علقت عمل مصممها البريطاني الذي كان غائبا خلال عرضها لآخر تصاميمها في أسبوع الموضة الباريسية رغم أنها من تصميمه. كل واحد في دار ديور منزعج وحزين لهكذا تصريحات. المصمم الشهير كان قد أوقف الأسبوع الماضي لبضع ساعات من قبل الشرطة وهو مخمور إثر مشاجرة تفوه فيها بشتائم عنصرية ومعادية للسامية. الناس تحت تأثير الكحول تفعل أشياء وحشية وأنا شخصيا لا أخذها محمل الجد. وبانتظار نتائج التحقيق يبقى مستقبل دارك خريستيان ديور بدون مصممها الملك كما وصفه هذا المتظاهر غامضا.